الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001، أربع طائرات غيرت وجه أمريكا والعالم إلى الأبد. 19 رجلاً مسلحاً بشفرات عادية سددوا ضربة مفاجئة ضد أهم قوة عظمى على الكوكب. على المحققين الآن أن يكتشفوا كيف أمكن أن يغفل النظام الأمني العسكري الأمريكي والاستخبارات والقوات الجوية التي توازي قيمتها مليارات الدولارات خطة بسيطة تستغل ثغراً مميتة في أنظمة البلاد الدفاعية. لا تحدث الكوارث ببساطة، بل تحفزها سلسلة من الأحداث الدقيقة والحساسة. لنكشف عن القرارات المصيرية في هذه الثواني الأخيرة التي تسبق الكارثة. الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، قاعدة جريفيث العسكرية الجوية. الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001، الساعة السابعة صباحاً. أمريكا تستعد للحرب. ستحاكي عملية الحارس المنقذ هجوماً من خارج حدود البلاد. نجري تدريبات دفاعية جوية دورية، يمكنكم أن تسموها ألعاباً حربية. العقيد في القوات الجوية بوب مار هو المسؤول عن قطاع الدفاع الجوي الشمالي الشرقي، وهو مسؤول عن 2,500,000 كيلومتر مربع من المساحات الجوية التي تغطي واشنطن العاصمة ونيويورك في الشرق وصولاً إلى ما بعد شيكاغو في وسط البلاد. نحن نتدرب على عملياتنا كلها، ففي حال اضطررنا إلى خوض حرب نكون مستعدين تمام الاستعداد. لا يعرف مار إلى ما سيؤول تدريب اليوم، وعلى فريقه أن يكون مستعداً للتعامل مع أي تهديد محتمل من خارج أمريكا. على بعد 400 كيلومتر ينظم خمسة ركاب حجزهم على رحلتهم في مطار بوسطن لوغان. برنامج الاختيار المبرمج انتقى ثلاثة رجال عشوائياً لإخضاعهم لتفتيش إضافي، لكن الثلاثة خرجوا من التفتيش من دون أي مشاكل. رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الرقم 11 ستكون واحدة من أكثر من 5,000 رحلة تجارية في الأجواء في الساعة المقبلة. الرجل المسؤول عن إبقاء هذه الرحلات كلها ضمن مسارها هو بن سلايمي، وهو يعمل مراقباً جوياً منذ 30 سنة، لكن هذا اليوم هو يومه الأول كمدير العمليات الوطنية في إدارة الطيران الفيدرالية. تسلمت مسؤولية الطيران الوطني وخلجني شعور جيد في يومي الأول في تلك الوظيفة. الساعة 7:59 صباحاً حلقت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الرقم 11 في سماء بوسطن، وهي في طريقها إلى لوس أنجلوس وستحلق غرباً. المسؤولة عن الدرجة السياحية في الرحلة هي المضيفة الرقم 3 بيتي أونغ. بما أن الطائرة نصف ممتلئة فمن المتوقع أن تكون الرحلة مريحة. الساعة 8:02 يستعد العقيد بوب مار وفريقه لبدء تدريبه الدفاعي الجوي. هم لا يدركون إطلاقاً الأحداث التي بدأت فعلاً على متن رحلة الخطوط الأمريكية الرقم 11. بعد مرور 15 دقيقة على الإقلاع، الرحلة الأمريكية الرقم 11 هنا بوسطن. فقد مركز مراقبة الطيران في بوسطن اتصاله اللاسلكي بالطائرة. الرحلة الأمريكية الرقم 11 هنا بوسطن. على الرغم من المحاولات المتعددة للاتصال بالطاقم التي استمرت على مدى 10 دقائق، لم يتلقى المركز أي رد. مع وجود آلاف الطائرات في الأجواء يوميا، لم يكن ما حدث غير اعتيادي، لكن مركز مراقبة الطيران سمع في الساعة 8:24 إعلاناً داخلياً على متن الطائرة من قمرة القبطان. لدينا بعض الطائرات، ابقوا هادئين، ستكونون بخير، سوف نعود إلى المطار. من الواضح أن الرسالة موجهة إلى الركاب فقط، وتم تفسيرها على الفور على أنها مثيرة للريبة من قبل مراقب جوي في بوسطن.
الساعة 8:28 وصلت التقارير إلى بنسلايني. تفيد خبرتنا أن اختطاف الطائرات غالبا ما ينتهي بطريقة حميدة، ولم أفرط في قلقي بشأن اختطاف طائرة. 8:34 صباحا، على متن الطائرة تمكنت بيتي أونغ من باب اليأس من أن تتصل بشركة الطيران، واتصلت بمركز الحجوز في رالي في شمالي كاليفورنيا. اسمي بيتي أونغ، أنا المضيفة الرقم 3 على الرحلة الرقم 11. أظن أن طائرتنا تعرضت للاختطاف. القبطان لا يجيب على الهاتف في قمرة القيادة، والباب لا يفتح، لا نعرف من في الداخل. تعرض المضيف الرقم 1 للطعن، وكذلك المضيفة الرقم 5. 8:35، ما زالت الطائرة لا تجيب على نداءات المراقبين الجويين. في الدقائق الأخيرة بدأت الطائرة تنحرف عن مسارها نحو نيويورك. في مركز مراقبة الطيران في لونغ آيلاند، يشرف ديف بوتيليا على القطاع الرقم 42 في أجواء نيويورك. قلت في نفسي إن القطاع 42 لا يكون مزدحماً في الأيام الجميلة، وما إن جلست تلقيت اتصال من مركز بوسطن، قال إن المتحدث هو رحلة الخطوط الأمريكية الرقم 11، فراقبته وعرفت أنهم يظنون أن الطائرة مخطوفة. لكن الخاطفين أطفأوا جهاز البث في الطائرة، مما يعني أن بوتيليا لا يعرف سرعة الطائرة ولا ارتفاعها، وليس لديه سوى إشارة بدائية على جهاز الرادار. لاحقناه وكان متجها نحو مطار كينيدي، كل ما نعرفه هو أنه انحرف عن مساره. 8:38 صباحا، متوترا بسبب صمت الجهاز اللاسلكي، اتصل مراقب جوي آخر بقطاع الدفاع الجوي الشمالي الشرقي التابع للجيش. هل تم طلب أي مساعدة عسكرية؟ نحاول إرسال طائرات F-15. أردتم إرسال طائرات F-15؟ انطلقت طائرات F-15 من قاعدة أوتيس. كان هذا الطلب غير اعتيادي إطلاقاً، لدرجة أنه بلغ العقيد مار، وظن الجيش أنه قد يكون جزءاً من سيناريو تدريب كانوا يتوقعونه. من غير الاعتيادي أن يطلب مراقب جوي مساعدة الجيش، عادة عليهم أن يمروا أولاً بالمسؤولين في إدارة الطيران الفيدرالي. قد يكون طلب المساعدة من مراقب جوي غير اعتيادي، لكن مار أخذ الأمور بجدية كبيرة. اتخذنا إجراءات فورية وأمرنا بتأهب مقاتلات من قاعدة أوتيس الجوية. تقع قاعدة أوتيس في ماساتشوستس على بعد 250 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك. وفي محاولة منه لتحديد مسار الطائرة المفقودة فوق ولاية نيويورك، اتصل ديف بوتيليا برحلة أخرى في الجوار. رجاءً غيروا جهاز البث. سألتهم إن كانوا يرون طائرة تابعة للخطوط الأمريكية إلى يسارهم، فأجابوني أنهم رأوا الطائرة لكنهم أضاعوها. شهدت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية الرقم 11 للمرة الأخيرة شمالية مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك. 8:43 صباحاً، على متن الرحلة الرقم 11 كانت المضيفة بيتي أونغ تبذل جهدها لتعلم الأشخاص على الأرض بما يجري على متن الطائرة. لا يمكنني أن أدخل قمرة القبطان. هل يسمعني أحد؟ أنت تقومين بعمل رائع، ابقي هادئة يا بتي، ابقي هادئة، اتفقنا؟ ما الذي يجري؟ عادت الفوضى إلى الطائرة، الطائرة تحلق تحليقا عشوائيا. بتي كلميني، بتي هل تسمعينني؟ بتي هل أنت هنا؟ أظننا فقدنا الاتصال بها. 8:46، رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الرقم 11 تصطدم بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي، وتصيب المبنى بين الطابقين 93 و99. 8:50، بعد دقائق من الاصطدام،
في مركز قيادة إدارة الطيران الفيدرالي ما زال بن سلايني يجهل ما جرى في نيويورك. أشار إلي أحد الروابط العسكرية بأن شبكة السي أن أن أفادت أن طائرة صغيرة اصطدمت بمركز التجارة العالمي. هل تعرض لي المشهد على الشاشة؟ وصلتنا هذه المشاهد الآن، وأنتم تشاهدون بدون شك لقطات حية مزعجة. هذا مركز التجارة العالمي. أول ما رأيته كان حريقا هائلا، وفي فكري طبعا عرفت أنه لا يمكن أن تكون طائرة صغيرة قد تسببت بكل هذا. وساورني في أعماقي شعور بشع بشأن ما كنت أراه أمام عيني. 8:51 صباحاً، من دون صدور أي بيان رسمي بأن الطائرة المعنية هي طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأمريكية الرحلة 11، أرسل الجيش طائرتين مقاتلتين من نوع F-15 للبحث في الأجواء عن الطائرة المفقودة. المراقب الجوي في مركز لونغ آيلاند ديف بوتيليا قلق بشأن رحلة أخرى، رحلة الخطوط الجوية يونايتد الرقم 175. تغيرت شفرة جهاز البث في هذه الرحلة أيضاً، وقد بدأت الطائرة بدورها تحلق تحليقاً عشوائياً. نظرت إلى الأعلى وإلى اليمين في ذاك الوقت تحديداً، لاحظت أن طائرة يونايتد 175 قد ارتفعت بسرعة كبيرة، وشعرت عندئذ بخوف كبير، وقصدت الرئيس وقلت له أظن أن لدي طائرة أخرى في الوضع نفسه. التاسعة صباحاً، ما زالت طائرات F-15 الحربية الأمريكية تبعد أكثر من 100 كيلومتر في محاولة منها للعثور على الرحلة الأمريكية الرقم 11. بدأت طائرة رحلة يونايتد 175 بالهبوط على نحو مخيف. رأينا ما يجري، وكان أحدهم يعد فعلاً انخفاض الطائرة 6,000، 4,000، 2,000، وقالوا إنها ستصطدم بالأرض. ثم صرخ أحدهم يا إلهي، مركز التجارة العالمي موجود هنا. طائرة أخرى، اصطدمت طائرة أخرى، يا إلهي، لقد اصطدمت بمبنى آخر وحلقت مباشرة نحو وسط المبنى وكان الانفجار، يا إلهي. الساعة 9:03، ضربت الرحلة 175 البرج الجنوبي. انتشر الذعر في منهاتن السفلى. أصيب العقيد بوب مار بصدمة إثر رؤية التقارير من البرامج الإخبارية المباشرة. في تلك اللحظة تغير تفكيرنا كله. نيويورك تتعرض لهجوم. هذه ليست لعبة حربية، بل إنه واقع حقيقي. لذا أرسل طائرات F-15 مباشرة إلى منهاتن. مهما كان الارتفاع الذي يحتاجون إلى بلوغه للوصول إلى المركز للقيام بالمهمة فلا بأس، أريدهم أن يذهبوا ويبقوا هناك. 9:04، في مركز قيادة إدارة الطيران الفيدرالي بن سلايني في يوم عمله الأول مديراً للعمليات الوطنية يواجه تحدياً لا يمكن تخيله. أصبحت جميع الطائرات في السماء مثيرة للشك بنظري، وأمرت بإيقاف جميع الرحلات فوراً، مما يعني أنه لم يكن بإمكان أي طائرة في البلاد برمتها أن تحلق وتطير في أجوائنا. 9:05 صباحاً، التقط الرادار الأساسي إشارة طائرة الخطوط الجوية الأمريكية الرحلة الرقم 77 في طريقها من واشنطن إلى لوس أنجلوس، وهي بعيدة جداً عن مسارها. قبل 11 دقيقة بدأت الرحلة تبتعد عن مسارها المخطط لها، وأطفأت جهاز البث وفقد الاتصال اللاسلكي معها. والآن كل ما يعرفونه عنها هو تلك الإشارة على شاشات الرادار. اتجهت الطائرة شرقاً في طريقها إلى عاصمة البلاد. وصلت الطائرات المقاتلة F-15 إلى منهاتن التي أصبحت الآن ساحة من الدمار. في الوقت نفسه وعلى بعد 500 كيلومتر في قاعدة لانجلي العسكرية الجوية في فيرجينيا، انطلقت طائرتان مقاتلتان من نوع F-16 لمطاردة الرحلة الرقم 11. 9:32، ما زالت الرحلة الأمريكية الرقم 77 متجهة شرقاً نحو عاصمة البلاد.
بلغنا 11 تقريرا للإفادة عن طائرة مخطوفة في المنطقة، وكنا نحاول أن نحدد أيها صحيح وأيها لم يكن صحيحا. عندئذ قلنا إن أفضل ما يمكننا القيام به هو اعتبار أن العاصمة واشنطن قد تكون مستهدفة. الساعة 9:36، وإذ كانت الطائرات تبعد 240 كيلومتراً عن العاصمة، تم تحويل مسارها باتجاه الرحلة الأمريكية الرقم 77 وأجواء واشنطن. التاسعة 9:37 صباحاً. يا للهول، يا للهول، نحن ننظر إلى مشاهد حية من واشنطن ونرى دخانا متصاعدا من البنتاغون. عند رؤيته مركز الدفاع الرئيسي في أمريكا مشتعلا، اتخذ بن سلايني قرارا حاسما. الكثير من الأمور كانت على المحك ولم نستطع ألا نتصرف بشأنها. لا يمكنني أن أتحكم حسياً في الطائرات كلها، لكن يمكنني أن أتخلص من الطائرات كلها في الأجواء. معكم بن سلايني رئيس مركز المراقبة الجوية. في هذه المرحلة أصدرت الأمر بإلزام جميع الطائرات بالهبوط في أقرب مطار. أكثر من 4000 طائرة في الأجواء الأمريكية بدأت جميعها بالهبوط، وكانت تلك خطوة لا سابق لها. لقد خطر في بالي طبعاً أنه يمكنهم أن يطردوني من عملي بسبب قراري، ولكني لم أفكر كثيراً في الأمر. وحتى مع هبوط الطائرات وقرابة الساعة 9:44، رصد المراقبون الجويون طائرة رابعة، رحلة يونايتد الرقم 93، وقد بدأت تحلق بنمط مخيف. انحرفت رحلة يونايتد 93 عن مسارها وغيرت شفرة جهاز البث. كانت الرحلة متجهة من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ولقد اتصل بها المكتب الأرضي قبل 20 دقيقة محذراً القبطان من إمكان الدخول عنوة إلى قمرة القيادة. 9:59 في مركز التجارة العالمي. ها هو. انهار البرج الجنوبي المؤلف من 110 طوابق. يحاول المراقبون الجويون الآن أن يعرفوا ما إن تعرضت رحلة يونايتد الرقم 93 للخطف. حتى في تلك المرحلة المتأخرة كان احتمال وقوع قصور كهربائي في رحلة يونايتد 93 قائماً، وأن تكون الطائرة تحاول بلوغ مطار تهبط فيه بدون أي اتصالات على الإطلاق. لا يستطيع سلايني سوى أن يلاحق الطائرة، ولا سيما أنه يبدو أنها تتجه نحو منطقة واشنطن العاصمة. أسرعت طائرة القوات الجوية المقاتلة F-16 للقيام بدورية دفاعية فوق عاصمة البلاد. وفيما كنا نشاهد رحلة يونايتد 93، وصلنا تقرير من طائرة في المنطقة عن اندلاع كمية هائلة من الدخان من الأرض، فتصورنا أن الطائرة اصطدمت بالأرض في غربي بنسلفانيا. سقطت الطائرة قبل 20 دقيقة من وصولها إلى العاصمة، وقد قتل الركاب والطاقم بأكملهم وعددهم 44 شخصاً. هذه الصور الأولى التي وصلت، وتفيد التقارير الأولية عن عدم وجود ناجين. بعد 25 دقيقة في وسط مانهاتن، انهار البرج الشمالي من مركز التجارة العالمي. وفي الأجواء وبعد 100 دقيقتين، تسببت الطائرات المخطوفة الأربع بمقتل 3000 شخص تقريبا. وقبل أن ينقشع الغبار، بدأ أضخم تحقيق إجرامي في تاريخ أمريكا. وجد فريق ملاحقة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالية آلاف الأدلة للانطلاق منها، وتشتتت الأدلة في مواقع الاصطدام الثلاثة،
لكن عند ظهور النتيجة البارزة الأولى كان ذلك بعيدا جدا عن الساحات المدمرة. كين ماكسويل هو أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية في مانهاتن. محمد عطا الذي سافر على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الرقم 11 ترك حقيبته، وبطريقة غير متعمدة لم تصعد حقيبته على متن الطائرة التي انطلقت من بورتلاند في مين، وكانت تلك الحقيبة بمثابة كنز من المعلومات والأدلة التي حددته مباشرة لاعبا أساسيا في مجرى. باستخدام هذه المعلومات قامت شبكة من الآلاف من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية في خلال 72 ساعة فقط بجمع شبكة من 19 شخصاً مشتبهاً بتورطهم في اختطاف الطائرات، وجميعهم مرتبطون بعدو لدود للولايات المتحدة، تنظيم القاعدة وزعيم التنظيم أسامة بن لادن. لكن كيف فشلت الشبكة الأمنية الأكثر تطوراً في العالم في مواجهة هذا التهديد ومنع خطف الطائرات ونتائجها المأساوية؟ الآن بعد مراجعة أحداث ذاك اليوم والتعمق في التحقيقات، يمكننا أن نكشف عن سلسلة من الأخطاء التي تركت أمريكا مشرعة أمام الهجوم الأكثر تدميراً في تاريخ البلاد الذي استهدف الأراضي الأمريكية. بعد مرور سنة على الاعتداءات، أشكركم جميعاً على حضوركم. أسس الرئيس جورج بوش الابن هيئة 11 من سبتمبر. اليوم سأوقع قانوناً للكونغرس يخول هيئة وطنية التحقق في أحداث 11 من سبتمبر. بصفته مستشاراً سامياً في هيئة 11 من سبتمبر، أوكلت إلى جون فارمر مهمة التحقيق في أحداث هذا اليوم بتفاصيلها الجنائية. لا يمكن لأحد أن يعمل في مجال تطبيق القانون للمدة التي عملت أنا فيها بدون أن يتأثر بأحداث 11 من سبتمبر. تساءلت في نهاية ذلك اليوم عما جرى. تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات على أنظمة الاستخبارات العسكرية لحماية الأمة، ووقعت على عاتق جون فارمر مسؤولية التحقيق فيما إن كانت هذه الأنظمة قادرة على وقف المخططين لأحداث 11 من سبتمبر. بعد مرور سنتين على الهجمات، كشف مكتب المراقبة التابع للاستخبارات الأمريكية في اليمن أن اثنين من الخاطفين وهما المحضار والحزمي تربطهما علاقات وثيقة بالإرهاب. تم التنصت على هاتف عائلة محضار، وظهرت معلومات أكيدة تربط المحضار بتنظيم القاعدة وتربط الحزمي بمحضار. بعد عدة أشهر وجدت الاستخبارات الأمريكية محضار في دبي، وداهم العملاء غرفته في الفندق، واكتشفوا أن محضار يحمل تأشيرة دخول تسمح له بدخول الولايات المتحدة والخروج منها على هواه. وخلال أيام لاحقوه وصولاً إلى كوالالمبور في ماليزيا، حيث التقط صورة أحدهما في اجتماع لتنظيم القاعدة. عقد اجتماع في ماليزيا وكانا تحت المراقبة، ثم فقدنا أثرهما. حتى هذه المرحلة كان النظام فعالاً، وكشفت الاستخبارات الأمريكية عن تهديد أجنبي يستهدف الولايات المتحدة. لكن هنا تتسرب الخطة عبر الصدوع والثغر الموجودة في نظام الاستخبارات الأمريكي. باستخدام المحضار تأشيرة الدخول للعمل على الأراضي الأمريكية، تصبح ملاحقته من مسؤولية مكتب التحقيقات الفيدرالية. لكن قبل أن يدخل محضار إلى الولايات المتحدة، تحافظ الاستخبارات الأمريكية على حصرية ملاحقته، ولن تتشارك معلوماتها السرية عن هذه القضية مع أحد. إن غياب التواصل بين الوكالتين ليس مجرد هفوة، بل إنها السياسة المعتمدة. كان ثمة جدار مزعوم يفصل بين العملاء العاملين في الاستخبارات وبين العملاء المعنيين بفرض القانون. قبل 11 من سبتمبر كانت الأدلة التي تتوافر نتيجة مراقبة استخبارية أو تجسس غير مقبولة في المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن تحول هذا الجدار إلى حجة لعدم تشارك أو تبادل المعلومات.
قبل 19 شهرا من أحداث 11 من سبتمبر، انتقل المحضار والحزمي للسكن في شقة في سان دييغو في كاليفورنيا. فهذا عمل مكتب التحقيقات الفيدرالية، لكن المكتب لا يعرف حتى أن الثنائي موجود في أمريكا. ولمدة سنة تنقل الاثنان في أنحاء الولايات المتحدة بحرية. إذن لدينا هنا نوع آخر من الأخطاء المكتبية. لو أن الأمور تجري بسلاسة لعرف مكتب التحقيقات الفيدرالية أنه يجب أن يبحث عنهما أيضا، ولكن المكتب لم يعرف، وعندما وصل الرجلان إلى الولايات المتحدة أصبحا خفيين. هذه ليست الفرصة الضائعة الوحيدة التي كشفت عنها الهيئة. قبل الهجمات بثلاثة أشهر تمت مناقشة مسألة حساسة في اجتماع استخباري خاص بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية لتحليل هجمات إرهابية سابقة. أظهر عملاء الاستخبارات لزملائهم في مكتب التحقيقات الفيدرالية صوراً لعلاقات تنظيم القاعدة بما فيها صور للمحضار، وأراد مكتب التحقيقات الفيدرالية معرفة المزيد من المعلومات، لكن بسبب الجدار لم يتم اطلاع مكتب التحقيقات الفيدرالية على بعض الأمور المهمة، مما أثار حفيظة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية. ومع أن العملاء المتفانين يدركون وجود تهديد، إلا أن الأنظمة المرعية الإجراء تمنعهم كلياً من مواجهته بطريقة فعالة. أرسل أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية رسالة تنص على ما يلي: في مرحلة ما ستلقى الجثث في الشوارع، وعندئذ لن يبالي أحد بوجود هذا الجدار. قبل 14 يوماً من وقوع الكارثة علم مكتب التحقيقات الفيدرالية من مصادره الخاصة أن هناك تهديداً محتملاً بوقوع هجمات من أعداد تنظيم القاعدة، وبدأ المكتب تحقيقاته الخاصة. عرفنا أن القاعدة تخطط لشيء ما، وكان المرتكبون ناشطين معروفين من التنظيم. رجلان معروفان بعلاقاتهما بتنظيم القاعدة موجودان في الولايات المتحدة، لكن ما زالت وكالة الاستخبارات المركزية تأبى أن تشركنا في معلوماتها عنهما، ومن دون أي معطيات للمتابعة بقيت ملاحقة مكتب التحقيقات الفيدرالية للرجلين مجرد قضية أخرى من مئات التحقيقات الأخرى الجارية ويشرف عليها عميل واحد لم يعثر على المحضار والحزمي. لو عرفنا أن الرجلين يقيمان في الولايات المتحدة لمثل ذلك معلومة تحرية مهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالية. 11 من سبتمبر عام 2001 قبل الكارثة بساعتين. يستخدم برنامج الكمبيوتر هذا عوامل مثل العمر والجنسية وسجل السفر والهوية ليصنفهم كأفراد يحتمل أن يكونوا خطرين. إذا اختار البرنامج أحد الركاب ليجري تفتيشه، يتضمن التفتيش ولا سيما في ذلك اليوم أسئلة عن وجهته والمكان الذي يقصده ومحتوى حقائبه. لم يكن اسم أي من الخاطفين مدرجاً على لائحة إدارة الطيران الفيدرالي للممنوعين من السفر والصعود على متن الطائرة، وقد صعد العديد من الخاطفين على متن الطائرة حاملين شفرة حادة في جيوبهم أو أنها كانت موجودة في حقيبة يدهم. اعتمدت قوانين متعلقة بطول الشفرة، فإن كانت مثلاً أقصر من 10 سنتيمترات لم تكن تعد بالضرورة سلاحاً خطيراً. في الدقائق 45 التالية صعد أكثر من 14 خاطف طائرات على متن 3 رحلات متجهة إلى مدن مختلفة في شمالي شرق الولايات المتحدة، وقد اختار البرنامج 3 آخرين منهم لإخضاعهم للتفتيش، وتبين أن عدداً منهم كانوا يحملون شفرات، لكن سمح لهم جميعاً بالصعود إلى رحلاتهم. يجب أن تدركوا أن الإجراءات التي كانت معتمدة لم تركز على الخاطفين الذين قد يحاولون تدمير الطائرة. سابقاً قام خاطفون بالاستيلاء على طائرات ركاب لغايات التفاوض لا لتنفيذ مهمات انتحارية. لم يكن أحد مستعداً لهجوم جوي قاتل. وعندما أصبح الخاطفون على متن الرحلات أصبح الاستيلاء على الطائرة مهمة سهلة بالنسبة إليهم. 32 دقيقة قبل الاصطدام الأول قام الخاطفون بخطوتهم. إذا طالب الخاطفون بدخول قمرة القبطان فالبروتوكول يقضي بفتح الباب، لأن نظرية المرعية الإجراء هي عدم تعريض حياة أحد للخطر.
لكن مرة جديدة لم تكن النظرية فعالة مقابل مهمة انتحارية. استولى الخاطفون 19 على 4 طائرات ركاب وحولوها إلى صواريخ موجهة. ومنذ هذه اللحظة لم يعد بإمكان أي خطوط جوية أو أي مراقب جوي القيام بأي شيء لإيقافهم. ويبقى خط الدفاع الأخير من دون شك الجيش الأمريكي، وتحديد السلاح الجوي الأضخم في العالم والأفضل تجهيزاً. لكن إن كانوا سيتصرفون فعليهم أولاً أن يعلموا بوجود تهديد. وبالتالي بحث تحقيق جون فارمر في كيفية تورط الجيش ومشاركته في عملية الخطف. وبالفعل كان ثمة بروتوكول خاص بخطف الطائرة يجب العودة إليه في هذه الحالات ليتم إطلاق طائرات مقاتلة لمعالجة الوضع. وتبعا للقوانين كان على المراقبين الجويين أن يتصلوا بمراقبي إدارة الطيران الفيدرالي في واشنطن لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الاتصالات قبل إعطاء الإذن بإطلاق الطائرات المقاتلة. لو اعتمد هذا البروتوكول في أحداث 11 من سبتمبر لبقيت الطائرات المقاتلة في مكانها فترة طويلة حتى بعد تحطم الطائرة الرابعة. تخلوا عن هذا البروتوكول تخلياً أساسياً. 9 دقائق قبل الكارثة اكتشف فارمر أنه خلافاً للبيروقراطية التي أعاقت عمل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية، تجاهل مركز مراقبة الطيران كتيب القوانين كلياً. فقد شعر أحد المراقبين الجويين بقلق شديد فاتصل مباشرة بالقاعدة العسكرية الجوية المحلية في روما في نيويورك. تلقيت الاتصال الأول من مراقب جوي في مركز بوسطن، وقال إنه يواجه مشكلة ويحتاج إلى المساعدة وسيقصد الجيش. 8 دقائق قبل الكارثة تم تبليغ الجيش، لكن هذا لم يؤدي إلى إطلاق رد عسكري تلقائي. ما زال مار ينتظر أمراً من ضابط أعلى رتبة قبل أن يطلق الطائرات. واصطدمت سرعة التحرك التي أظهرها المراقب الجوي بجدار البيروقراطية العسكرية. إنني أقدر ما فعله لأنه قام بمبادرة لم أرى امتداداً لها على طول تسلسل الأحداث التالية. انتظر مار الإذن. بعد دقائق استشار مار المسؤول المباشر عنه واتفقا على أنه لم يعد بإمكانهما الانتظار. صدر الأمر بإرسال الطائرات من نيويورك، وقال القائد الموجود في الغرفة: ستأتي بالإذن من السلطات الأعلى لاحقا، فلنتحرك. ثوان قبل الكارثة أمر مار بإرسال الطائرتين المقاتلتين. منذ نهاية الحرب الباردة جرى تخفيف سرعة رد القوات الأمريكية. 4 طائرات فقط تبقى متأهبة للدفاع عن ساحل أمريكا الشرقي بأكمله. وأقرب الطائرات موجودة في قاعدة أوتس الجوية العسكرية في كيب رود في ماساتشوستس على بعد 250 كيلومترا من مدينة نيويورك. ومع دخول الراكب الأول على الطائرة إلى مركز التجارة العالمي، ما زال الطيارون ينتظرون الإذن للإقلاع. لم تنطلق طائرتا F-15 من قاعدة أوتس إلا بعد وقوع الهجمة الأولى ب7 دقائق. ثم درس فارمر كيفية تجاوب الجيش مع الهجمات المتتالية الدقيقة تلو الأخرى، وقد استشف معلومات مدهشة. فحتى بعد الاصطدام الأول لم يعرف أحد في المواقع المسؤولة أنها الرحلة الأمريكية الرقم 11 التي ضربت البرج الشمالي. استمروا في إرسال المقاتلين إلى مدينة نيويورك بأسرع ما يمكن، واحرصوا على أن يخلى مركز مراقبة طيران الخطوط الجوية وصولا إلى المكان، وإذا عثرنا عليها فسنوقفها. حتى لو كانت الطائرة لا تزال في الجو، كان العثور على الرحلة الأمريكية الرقم 11 سيمثل مشكلة بالنسبة إلى الجيش. جرى إعداد رادار الجيش للبحث ما بعد حدود الولايات المتحدة الأمريكية عن أي تهديدات محتملة، لا لملاحقة الطائرات المدنية. لم تعد الطائرات المدنية تهديداً أبداً من قبل. إذن سيحتاج كل قبطان طائرة حربية يبحث عن طائرة مدنية إلى توجيه من مراقبي الأجواء المدنية. وتحتاج العملية إلى تنسيق كثيف بين منظمتين مختلفتين كلياً. طرأت مشكلة تواصل هنا لأن الوكالتين غير معتادتين العمل معاً.
لم يكن بإمكاننا إجراء اتصالات بعيدة المدى من بعض خطوطنا الهاتفية، ونحن معتادون الاتصال بأرقام عسكرية، فكان علينا أن نأتي بخطوط اتصال جديدة. التاسعة صباحا، اقتربت الطائرتان المقاتلتان F-15 من مدينة نيويورك. ما زالت فكرة قيام أحدهم بخطف طائرة لتنفيذ مهمة انتحارية غير منطقية. لم يكن منطقيا ولا مقبولا أن يقود أحدهم طائرة ويصدمها بمبنى، فتبعنا جهودنا في محاولة منا للعثور على الطائرة. دقيقة قبل حادث الاصطدام الثاني، استمرت السلطات بالرد على التقارير المربكة المتعلقة بتحطم الطائرة الأولى الرحلة 11، وبالقول إن الرحلة الأخيرة ما زالت تحلق فوق مدينة نيويورك. وجدنا رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الرحلة 11، نظن أننا وجدناها في شرقي نيويورك. ظنوا أنهم وجدوها، ظنوا أنهم يلاحقونها على طول نهر هاتسون، ثم اختفت. ما زالت طائرتا F-15 المقاتلتان تحلقان على طول الساحل بحثا عن طائرة لم تعد موجودة. والآن توشك الطائرة المخطوفة الثانية يونايتد 175 على الاصطدام بالبرج الثاني. في الواقع لم ندرك أن ثمة مشكلة أخرى إلى أن رأيناها فعلياً على شاشات التلفزة، صدقوا أو لا تصدقوا. الآن أصبحت أمريكا تعرف ومن دون أي شك أنها تتعرض لهجوم. في هذه المرحلة وجب أن تسارع هيكلية الإدارة الوطنية وكبار السياسيين والعسكريين إلى العمل. وأفادت التقارير الإخبارية في اليوم نفسه وفي الأسابيع التي تلت أن رداً منظماً ومنسقاً قد بدأ على الفور، وأن السلطات اقتربت من كشف الهجمات التالية. وما قيل للناس هو أن أول طائرتين مثلتا صدمة، طائرتي مركز التجارة، لكن عندما خطفت الطائرة الثالثة استجمعت هيكلية القيادة الوطنية وردت على الصدمة، وتم إرسال طائرات مقاتلة رداً على التقرير الذي أفاد بأن الطائرة الثالثة، طائرة الخطوط الأمريكية الرقم 77، تتجه نحو واشنطن، لكنهم تأخروا في منع تلك الطائرة. في الأشهر التي تلت هجمات 11 من سبتمبر بقي هذا التعليق الرسمي المتعلق بالطائرة المخطوفة الثالثة، لكن كشفت هيئة 11 من سبتمبر الصورة الحقيقية. بدأت أطراف مختلفة من الحكومة تتحدث، فكلم الرئيس نائب الرئيس ريتشارد كلارك في البيت الأبيض وأجرى اتصالا مرئيا مع المسؤولين على هذا المستوى من مختلف الوكالات، لكن المشكلة كانت أن أحداً يأبى أن يتكلم بين هذين المستويين المختلفين. ومن دون قيادة حاسمة من هيكلية القيادة الوطنية، ترك العاملون الميدانيون ليبذلوا أقصى جهودهم. لم يتسلم الجيش أي تقرير عن أن الطائرة الثالثة قد تعرضت للخطف، بل وصل تقرير قبل الاصطدام بقليل يفيد أن هذه الطائرة مفقودة وأن هناك طائرة مجهولة بالقرب من البنتاغون، لكن لم يصدر أي تقرير يفيد بأن الطائرة رقم 77 قد خطفت. أما بالنسبة إلى رحلة يونايتد 93 الطائرة المخطوفة الرابعة، فنص البيان الرسمي على أن السلطات تسيطر على الوضع، وكان البيان أقوى حتى من سابقه. ظهرت الطائرة على الرادار وكانوا يملكون الإذن لوقف الطائرة أو لإسقاطها. لكن عندما راجع جون فارمر التسجيلات العسكرية ظهرت قصة مختلفة. كشف التحقيق الذي أجراه فارمر أنه على مستوى أعلى السلطات لم يتخذ أحد أي قرار متعلق بالوضع الميداني. من وجهة نظر رئيس المركز ومن وجهة نظري أنا، لم يكن أحد في هذه البلاد برمتها يعرف ما الذي يجري. وحقيقة ما جرى في ذلك اليوم هي أن هيكلية القيادة الوطنية كانت بدون جدوى. الحقيقة المرة المتعلقة بأحداث 11 من سبتمبر هي أن الأشخاص الوحيدين الذين أحدثوا فرقاً كانوا المدنيين الذين غطوا خطوط النار الأمامية ومركز مراقبة الطيران وطاقم العمل والركاب على الطائرات المخطوفة. كون هؤلاء خط الدفاع الأخير. يمكننا الآن أن نكشف عن سلسلة من الإجراءات الفاشلة الدقيقة التي سمحت بوقوع هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. قبل الهجمات بعشرين شهراً انتقل ناشطان ينتميان إلى تنظيم القاعدة للإقامة في كاليفورنيا.
لكن غياب التواصل بين وكالات الاستخبارات أدى إلى عدم معرفة مكتب التحقيقات الفيدرالية بوجودهما في البلاد. قبل 14 يوماً من وقوع الهجمات، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية بملاحقة الناشطين، لكن كان الأوان قد فات. قبل وقوع الكارثة بساعتين، وفي 3 مطارات مختلفة منتشرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، صعد على متن الطائرات 19 خاطف طائرات، واختير البعض منهم للخضوع لتفتيش إضافي، لكن سمح لهم جميعا بالصعود على متن الطائرتين حاملين أسلحة يسهل التحكم فيها. قبل وقوع الكارثة ب32 دقيقة على متن رحلة الخطوط الأمريكية الرقم 11، استخدم الخاطفون أسلحتهم للاستيلاء على الطائرة. قبل 9 دقائق من وقوع الكارثة، صدر الرد المفيد الوحيد على خطف الطائرة من مركز مراقبة الطيران في بوسطن، الذي تخطى البروتوكولات العادية المعتمدة واتصل بالجيش مباشرة. قبل 3 دقائق من وقوع الكارثة، وفيما كانت السلطات تنازع للعثور على الرحلة الرقم 11، نازعت بيتي أونغ لإيصال معلومات إلى الأشخاص العاملين على الأرض، لكن من دون جدوى. قبل ثوان من وقوع الكارثة، خاطر العقيد في القوات الجوية بوب مار، وأرسل طائرتين مقاتلتين F-15 من قاعدة أوتس الجوية، لكن كان الأوان قد فات. الساعة 8:46 اصطدمت رحلة الخطوط الأمريكية الرقم 11 بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي. بعد 17 دقيقة، في تمام 9:03 صباحا، اصطدمت الرحلة 175 بالبرج الجنوبي، وضربت الرحلة الرقم 77 البنتاغون في تمام 9:37، أي بعد مرور 51 دقيقة على الاعتداء الأول. العامل الوحيد الذي أوقف خاطفي رحلة يونايتد الرقم 93 هو الجهود البطولية التي بذلها الطاقم والركاب. وانتهى صراعهم بتحطم أخير في ميدان خراج بيتسبرغ في تمام 10:03. عجزت المؤسسات التي يفترض بها أن تحمي أمريكا عن التعامل مع هذا التهديد الذي لم يتخيل مثيلا له قط. لم تتشارك الوكالات معلومات حيوية مهمة. سيكون من الظلم أن تستثني وكالة معينة لأن شخصا معينا من مكتب التحقيقات الفيدرالية عرف معلومة معينة وشخصا آخر عرف معلومة أخرى. أظن أن الحكومة فشلت. لقد نازعت كل وكالة حكومية في غياب معلومات دقيقة. لم نعرف ما الذي كان يجري، لم نعرف قط، ولم نتمكن من معرفة ما يجري. ومن دون توجيه دقيق، بقي الجيش عاجزاً عن التدخل. لم يكن أمامنا وقت كاف للتصرف، ولم يتمكن المقاتلون من إطلاق النار، لأننا لم نكن قط ضمن مجال أي من الطائرات المخطوفة لنسقطها. قضى حوالي 3000 شخص في أحداث 11 سبتمبر من عام 2001. قضى هذا الهجوم البسيط نسبياً على جميع الأنظمة الباهظة الثمن التي نعتمدها، وأظن أنه لهذا السبب مثلت الهجمات صدمة كبرى. منذ مأساة 11 سبتمبر، أجرت كل الوكالات الحكومية المعنية تغييرات جذرية، وألزمت وكالات الاستخبارات بالعمل مع بعضها البعض بتعاون وثيق. جرى تشديد الأمن في المطارات، تم الدمج بين عمليات مراقبة الأجواء والطيران والرادار العسكري والمدنية، بحيث يتكلم النظامان لغة واحدة. لكن يبقى أن نرى إذا كانت أمريكا قد تعلمت درساً، وهو كيف تبقي بلادها آمنة. أظن أن استخباراتنا اليوم أفضل مما كانت عليه آنذاك، لكن هذا لا يعني أننا محميون من تغيير مفاجئ في الأحداث من أي نوع كان.